حبايبنا الخيالي. نطلب عندك تصوت. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. شكر لابو العدنان اكرم عواودي على تقديم بوابه الانطلاق من ميدان الحبايب كفر مندا. مشكورين ابو العدنان اكرم عواودي وابو ياسر احمد زهروره على بوابه ميدان الاحلام كفر مندا. هذه الروح الاخويه والوديه والتعاون. بارك الله فيكم. من معنى اخلاق اولا. غزال النفوس ابن الفحل بلاك ديسبرادو للمالك علي اشقر من عكا. والقياده سوف تكون للمدرسه سالم العقبي والمدرب علي اشقر. سالم العقبي وابن الصخرة مع سلمان الأعسم وبريق بريق مع خيار صخرة الحجيرات زنور غدير. خالد السعدي أبو جمال على الطبل تورنادو. وهو وهاد جونيور البطل على مسافة 1400 متر جاء ليشارك في بطولة ميدان المطار على 1600 متر. الله عليك يا ابن الصحراء يا سلمان الأحسن على ابن الصحراء. على المهر وهاد جونيور. طبعا وهاد جونيور العام الماضي حصل على بطولة قناة الجليل. اصغر المشاركين ليشارك على هذا جلمود المبين وهاد جونيور ابن الصخرة غزال النفوس بريق بريق. اصغر المشاركين في هذه المجموعة مع الخيال بزيو جلمود المبين للمالك ماهر ابو حسين سواعد. جلمود المبين مواليد 2014 جاء ليشارك على هذه المسافة ال 1600 متر. جلمود المبين ابن الفحل طريق المبين لخيول تعشق هذه المسافات. خيول باسماء رنانة على مسافة ال 1600 متر. بريق بريق صاحب البطولات على هذه المسافات. كذلك ابن الصخرة غزال النفوس حدث ولا حرج. هذا الحصان صاحب الانجازات على مسافة ال 1600 متر تورنادو بطل ميدان الاحلام كفر مندا قبل عامين على مسافة ال 1600 متر. وهاد جونيور ايضا مع ياس وجلمود المبين هذا المهر الذي يريد ان ينازع الكبار. حبايبنا السعدي تبارك الرحمن يبدو بجاهزية جيدة. تورنادو ما شاء الله على مصالح حضر جمعية الخيول العربية على بيك مصالح والبواب يا مصالح.
الزكاة. بارك الله فيك يا ابو صالح على الطعم الدائم المعنوي والمادي. يوسي على وسائل اليوسي كان صحايا يوسي هذا اسمه من اداره تمارين وتسين على وسائل بعد الصفاء حبايبي حبايبي ارجعوا ايضا هاي تندفع المجموعة ما شاء الله تبارك الرحمن على مسافة 1600 متر على ميدان المطار ميدان الميادين الذي يجمع في بطولته 22 شوط على مدار يومين لأول مرة في تاريخ السباقات في البلاد 22 شوط في يومين تكون مسك ختام المجموعة مجموعة 1600 متر على هذا الشوط الرائع من الخيول 1600 متر لمجموعة شيقة جروب 1 كبار لا يزال سلمان الأعصم يقول المجموعة على صوت ابن الصخرة لاحظ تورنادو يحاول اقتناص الصدارة ولكن هي الوتيرة الحذرة تورنادو يحاول التقدم ابن الصخرة يحافظ على الصدارة إذن هاي الخيول الآن بوتيرة أعلى نوعا ما بالخيوط بالخط المستقيم لاحظوا تقدم سلمان ولاحظوا أيضا الآن غزال النفوس مع سالم غزال النفوس مع سالم يتقدم بريق بريق أيضا مع زنور لاحظوا هذا النزاع على الصدارة ما بين غزال النفوس وأيضا ابن الصخرة وتيرة عالية جدا عالية جدا هذه الوتيرة ما بين سلمان وسالم ما بين غزال النفوس وابن الصخرة لاحظوا هذه الانفراد الآن بالصدارة تورنادو من الخلف وبريق بريق 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 أيضا مع زنور يراقب من الخلف الخيول قفلة المنعطف الأخير هذا المنعطف الخطير للخط المستقيم وتقرير المصير للإنجاز الكبير لبطولة ميدان المطار ميدان المطار ميادين ميدان منار هو يندفع سلمان وسالم وهي الخيول بريق بريق غزال النفوس وتورنادو ابن الصخرة غزال النفوس من أكا حسمها وابن الصخرة بالمرتبة الثانية عياس بالمرتبة الثالثة مع وهاد جونيور تبارك الرحمن على هذا الصوت من أكا من أدير بحر أكا ومن جيران هذا المدمار يكون لهم حصة في صوت الكبار ألف مبروك لعكا لأن أشكر لغزال هذا الصوت بطل ميدان المطار على مسافة 1600 متر ألف مبروك لغزال النفوس البطل عند توازن أول صوت بيكون جاهز الساعة 8 الصبح الساعة 8 حبيبنا 11 صوت أيضا غدا إثارة حرارة الجزء الثاني أيضا على ميدان المطار طمرة كما وعدناكم ووفينا بوعدنا على هذه من نار موعدنا معكم غدا من الثامنة صباحا دمتم برعاية الله ونكون مع تتويج مسك ختام المجموعات جروب 1 على مسافة 1600 متر أمواجكم على علي أبو البحر علي واليوم البحر بإنجاز غالي الذهب لهذا الحصان الذهبي غزال هذا الشوط غزال يفرح النفوس غزال النفوس ألف مبروك لبطل 1600 غزال النفوس الله عليك يا سالم الله يا أبو أدب مبروك حبيبنا ألف مبروك علي مبروك أيضا لابن ابن الصخرة تتويج مع بعض وين التحية والروح الرياضية الله الله شوط ولا أجمل غزال النفوس وابن ابن الصخرة سالم وسلمان يا أبناء الصخرة كف كف لفوق مبروك لكل عكا ألف مبروك حبيبنا علي بربور علي أشكر مبروك حبيبنا ألف مبروك عكا مبروك لنا
المسار الذهبي بطولة الذهب. مبروك أيضا لوهاد جونيور الوصيف الثاني ويدعي حبيبنا كل احترام وهاد جونيور. ألف مبروك مبروك حبيبنا أحمد طفور. ألف مبروك ما شاء الله منافسة ولا أجمل بشوط رائع إنجاز مشرف. مبروك حبايبنا يعطيكم العافية نراكم غدا على خير إن شاء الله. مبروك مبروك لكل عكا. مبروك حمودي زكريا مبروك باي بوي.